نيجي بقى يلا نعمل معاك مقابلة صحفية هنا بقى، بس خلي بالك يلا هنا هتبقى مقابلة يعني هنسألك عن الأهلي وعن الكورة وعن اللي بيحصل والدنيا ماشية إزاي. ان فإن شاء شاء الله الله تنتهي الغمة ونضل نحكي عن الاهلي ايام واسابيع ان شاء الله. إيه الموضوع؟ احكي لنا موضوع الأهلي وإيه اللي حصل وكيف جاءت هذه الفكرة ولماذا أنس النجار بالذات؟ لماذا أنس النجار بالذات؟ يمكن لأنه أول إشي مرضي والدين الحمد لله، ويمكن في المنشور اللي أنا نزلته كتبت لربما هي دعوات أم دائما بتحكي لي الله يرضى عليك ويحبب فيك جميع خلقه ويعلي مراتبك. فالموضوع لحتى الآن يعني أنا تحت إطار الصب حتى اللحظة، إنه أنا حتى الآن بحضر الفيديو كل يوم 10 15 20 و100 مره ومش مصدق، بقول هل الموضوع هذا حقيقي ولا لا؟ ليش؟ من مشجع يعني كان نفسه انه يقف جنب سور النادي الاهلي يتصور عنده، لحدا بقدم صفقه للنادي الاهلي، فما كان شيء بسيط صراحه. فالان زي ما حكيت لك انا تحت اطار الصدمه حتى اللحظه من الموضوع. لما جاني لما تم التواصل معي على تقديم الصفقه ما كانش في تكنين يخطف وقفت فورا، ما كانش في تفكيرك ان الموضوع يبقى بهذا الشكل صح؟ انا حتى لما اجى كلمني الشخص اللي كلمني من مركز الاعلام النادي الاهلي. طب تقدر تقول لنا مين الشخص اللي كلمك ولا؟ اسمه اشرف ايمن، هو من مركز الاعلام النادي الاهلي. اشرف ايمن. لما بكلمني فانا صراحه بفكر حدا من اصدقائي بيهزر معي، يعني انه لما انتشر ان الفيديو واحنا بنشاهد مباراه السوبر ايوه بين الاهلي وفيوتشر، فانا هو طلع ترند الفيديو وجاب مشاهدات كثير، ففكرت انه احد الاصدقاء جاي بمزحني يعني انه بيهزر معاك. ف لما حكى لي وكلمني وفي سيناريو انه بدنا نعمل هيك، صراحه ما ترددت يعني وافقت بسرعه، تم وضع النص والسيناريو الخاص في تقديم الصفقه. وقدمنا الفيديو، كنت متوقع انه حيجي ردود فعل كبير وحيكون في انتشار كبير للفيديو، ولكن مش بالحجم اللي صار. يعني صراحه اللي صار معي يوم انتشر الفيديو من هنا انتشرت الصفحه، فجاه اتصالات رسائل مسجات لدرجه انه الجوال عندي بطل يتحمل كميه الضغط عليه وطفى الجوال. فبس اشوف ايش الدنيا، لقيت الفيديو منتشر، الكل بيبعت لي اياه، في مخيم الصحفيين هنا كل زملاء الصحفيين في الخيام المجاوره كلهم اجون على الخيمه، ايش هذا الفيديو؟ ايش اللي بيصير؟ كيف؟ وقتيش؟ ليش؟ فصراحه كان الامر اشبه بالحلم. من لحظه ما نزل الفيديو لحتى اللحظه الاتصالات ما بتتوقف علي بسبب هذا الفيديو. الاعلاميين بيتواصلوا معي لاخذ التصريحات و وعمل مقابلات بسبب هذا الفيديو، عروض العمل حتى قبل ساعة من الآن كان في قناة تتواصل معايا بخصوص عرضها. طب العروض كويسة المهم ولا لا؟ أنا ما أعطيت رد لأي حدا بخصوص عروض العمل لأنه أنا حاليا مرتبط بعقد، مرتبط بعقد أوكي بشتغل معاه وما رفضت برضه أي عرض، ولكن برضه هو إحنا في وقت مش وقت إنه أنا أقبل عروض أو لا لا بس خلي بالك عايز اقول لك حاجه، انت برضو في اي مكان هتخدم القضيه الفلسطينيه وهتخدم بلدك في اي مكان انت فيه، سواء طبعا هنا 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 في اي مكان من المحطات، كل المحطات اللي بتكلمك اكيد عايزين يخدموا القضيه الفلسطينيه بوجودك طبعا معاهم. طبعا 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 هذا شيء صحيح.